الأمل فين بقى؟ الأمل تحديدا للأمهات، السيدات تحديدا اللي قاموا بنزع الرحم، الحالة الأولى من نوعها، سيدة إيطالية بتنجب برحم مزروع، وتمت الزراعة بتبرع. التبرع كان من سيدة أخرى متوفية يعني من قبل. طيب الإمكانيات العلمية لده عندنا في مصر، هل ده ممكن؟ هل ده وارد باعتبار ان دي الحالة الاولى حاصلة في ايطاليا؟ فانا اظن ايضا انه التقدم الطبي اللي موجود في مصر يقول انه يمكن قريب ده يبقى موجود عندنا ويدي امل جديد للناس، بس اظنه كمان مرهون بمنظومة من التشريعات والقوانين. خلوني افهم اكتر من دكتور هشام العناني، استاذ النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا بيك وسهلا. اهلا بيك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ والله زي الفل. الاول هسال على الجانب العلمي جدا، لان انا عارف ان هناك جوانب تشريعيه لازلنا بصدد انتظارها او خروجها في شكلها النهائي، متعلق مساله زراعه الاعضاء والتبرع وما الى ذلك. ده انا فاهمه شويتين قدر امكاني يعني، لكن هسال على الجانب العلمي. انا طبعا اول مره اسمع ان هناك زراعه رحم اصلا. طيب مبدئيا هي دي اول حاله في ايطاليا، لكن هي دي الحاله رقم 18 في العالم. في 14 حاله في السويد لوحدها، لان السويد اشهر مركز لزراعه الرحم في على مستوى العالم كله. لكن في 4 حالات في امريكا، ودي اول حاله في ايطاليا يتم فيها ولاده طفل. فهي العمليه بقى لها دلوقتي تقريبا موجوده بقى لها 3 سنين فقط في العالم. فعلا دي ثوره جراحيه كبيره بالنسبه لعلم امراض النساء والتوليد، وبتدي امل كبير للسيدات اللي فقدوا الرحم، سواء نتيجه نزيف اثناء الولاده او نتيجه اورام ليفيه او امراض مختلفه او سرطان او whatever. المهم انها بتدي امل لهم بطريقه قويه. بس هي دي اول حاله فعلا في ايطاليا الطفل يتولد، لكن هي رقم 18 في العالم. عظيم. هل هي فعلا عمليه صعبه؟ دي عمليه صعبه جدا جدا، بتطلب فريق من جراحين الأوعية الدموية، ومن جراحين أمراض النساء والتوليد، ومن الجراحين بتوع جراحة الأورام، بحيث إن هم يقدروا يوصلوا الشرايين ببعض. وأهم حاجة إن هم يلاقوا المتبرع، لأن المتبرع ده لازم يبقى ليه اشتراطات معينة زي أي متبرع، سواء بالنسبة للكبد، سواء بالنسبة للتبرع العام للكلى. لازم يبقى فيه اشتراطات معينة عشان ما يحصلش مشكلة للمتلقي بتاع زراعة الرحم. عظيم جدا. ليها هل الامكانيات دي فعلا موجودة في مصر؟ هي الامكانيات دي موجودة في مصر، لكن محتاجة تدريب في وحدات متخصصة، وحدات تكون متكاملة يجتمع فيها جراحين من شتى التخصصات عشان يقدروا يعملوا حاجة بالشكل ده. يعني انا عارف زي ما حضرتك قلت محتاجة تشريعات علشان تمشي قانونا بطريقه سليمه. طبعا. ولو ان هو الحمد لله والشكر لله التبرع بزراعه الرحم او بالتبرع بالرحم نفسه ما فيهوش نواحي دينيه مختلفه. ما فيهوش نواحي دينيه مختلفه ولا في نواحي دينية؟ يعني بمعنى ان الاتفاق عليه ان هو ما فيش فيه مشكله، مش زي التبرع بالبويضات. يعني زراعه الرحم ده بيخلينا نحل مشكله عويصه اللي هي مشكلة الأم البديلة. أيوة. الأم البديلة دي موجودة في أوروبا وفي أمريكا. الست اللي ما عندهاش رحم بتروح تاخد البويضات بتاعتها وتتلقح بالحيوانات المنوية بتاعتها في رحم آخر، رحم بديل، ويدوه لواحدة ست تانية البيبي يكبر جواها. لكن الحمد لله زراعة الرحم بتحل المسألة دي خالص، لأن ما فيش فيها اختلاط بجينات، ما فيش فيها اختلاط بالأنساب، فبالتالي دي بتحل مشكلة ضخمة بالنسبه للعالم العربي والاسلامي. طيب يمكن انا افكر مع حضرتك بصوت عالي. يعني هو طبعا انا عارف انه زراعه الاعضاء الحيويه داخل الجسد البشري في مصر موجوده وبقالها فتره واصبحت كمان متقدمه، والدكاتره بتوعنا زي الفل يعني. وانا واثق ان الدكاتره بتوعنا زي الفل، مش علشان انا مصري يعني، بس عشان انا عارف حجم الطلب على الطبيب المصري في اوروبا عامل ازاي. بالاسم يعني عايزين مصريين، انجلترا طالبه المصريين على لسته الاولويات قبل بقيه الدكاتره من اي حته في العالم. فصح ولا انا غلطان بالذمه؟ لا عندك حق طبعا. احنا الحقيقه
في هجرة للأطباء كتير جدا في إنجلترا، والحقيقة هي بتستقبلهم في منتهى الترحاب، لأن المستوى بتاع الخريج المصري مستوى عالي جدا. صحيح. ما شاء الله عليه، بيروح هناك بيبدع زي ما بيقول. صحيح صحيح. طيب لكن هل مسألة زراعة الرحم دي صعبة ودقيقة أكتر من أنواع الأعضاء الحيوية الأخرى؟ الحقيقة هي صعبة، لأن الرحم دوت مفروض هيكون مرتبط بحاجة اسمها عنق الرحم، أو مفروض أنه يرتبط بحتة في الحوض، الحتة ديت هتتمدد لما يحصل حمل، وهي دي المشكلة الأساسية بالنسبة لزراعة الرحم. احنا لما بنزرع كبد بنزرع كلية ما بيكبروش، ما بيتضخموش. صحيح. فلما يتضخموا ما بيحصلش ده لا في الكلى ولا في الكبد، انما الرحم بيتمدد. طب هيجيب بقى البلط، هيجيب الدم يعني ازاي؟ يعني شبكة اوعية دموية. ايوه، الاوعية الدموية هيجيبها منين؟ ما هو لازم تكون فيه شريان معين بحيث ان هو يقدر يتمدد معاه. فهذه المشكلة الاساسية في الموضوع. عشان كده الحقيقة رغم ان انا بقول لك ان هم 18 طفل اتولدوا من زراعة الرحم، لكن كل معظمهم بيتولد قبل الميعاد، لان الرحم ما بيقدرش يستمر في التمدد للمرحلة النهائية، مرحلة 9 أشهر. ومش بس كده، السيدات بيجي لهم حاجة اسمها تسمم حمل بزيادة أكتر بكتير في الحالات اللي هتعمل فيهم زراعة الرحم. يعني ليه برضه بيجي لهم تسمم حمل؟ عشان الدم اللي رايح للرحم بيبقى أقل من الطبيعي. الطفل نفسه بيعاني برضه من نقص في النمو، صح؟ بينزل كويس جدا وبيتحط في الحضانة وبعد كده يبقى يطلع زي الفل، لكن برضه بيتولد قبل الميعاد ويبقى ناقص النمو. فهي فيها مشاكل اكتر بكتير من زراعه الكبد والكلى. لكن في خلال 3 سنين اتولد 18 طفل، دي حاجه تعتبر حاجه ثوره عندنا في علم امراض النساء والتوليد. طيب هل يا دكتور هشام الصح ان احنا نبدا في ايجاد الاماكن الاكاديميه المختصه لتدريب الدكاتره بتوعنا على حاجه زي كده، او ان احنا نبعت الدكاتره بتوعنا حتى ولو بشكل مبدئي لاكاديميات في اوروبا يبداوا يتدربوا على ده، بحيث انه عندما تكتمل هذه المنظومه التشريعيه والقانونيه نبقى احنا جاهزين لده؟ طيب انا ارد على حضرتك بمنتهى الوضوح والصراحه، ان لازم يبقى في نوع من انواع التدرج في التدريب. يعني ايه؟ يعني في السويد لما حبوا يعملوا الحكايه دي عملوها الاول في الخرفان، وبعد كده عملوها في القرود، وبعد كده حاولوا يعملوها في البني ادم. حلو. في امريكا على طول ابتدوا بالقرود وبعد كده بالبني ادم، لكن على الاقل في مراحل للتدريب. كويس. وبالتالي لازم الفريق المتخصص ده لازم يبقى فريق ومتخصص طبعا عشان يستمر في الموضوع ده. اعتقد ان في مصر المركز الطبي العالمي ده يعتبر حاجة قوية جدا، وممكن يكون هو فعلا النيوكلس او النود او المقر للحكاية دي. لكن برضو لسه محدش اخذ المبادرة في موضوع زراعة الرحم، اولا لان الناس لسه مش اوير بيه. فانا بشكرك ان انت بدأت تقول للناس وتوعيهم بالحكاية دي، وثانيا لان تكاليفها هتبقى باهظة، تكاليف باهظة. العملية الواحدة كانت بتكلف في السويد 3.5 مليون دولار. العملية الواحدة؟ رقم كبير قوي. العملية الواحدة طبعا زراعة الرحم. لا، دي ما هي عملية تكنولوجية قوية، عشان كده بتحتاج تكاليف عالية جدا. فمبدئيا هي ثورة تكنولوجية وفعلا علمية عندنا في علم أمراض النساء والتوليد، وإن شاء الله هنلحقها، بس لما تتوفر الإرادة والوعي. طب دكتور هشام يقود المسيرة ويبدأ يشتغل على مسألة، عايزين نبدأ التجريب يعني خرفان وروق يعني إلى آخره. في عندنا في القصر العيني الحقيقة حاجة اسمها الأنيمال لاب. الأنيمال لاب دوت بيوفر لنا فعلا كل فاسيلتيز إن احنا نعمل التجارب على الحيوانات قبل ما نعملها على البني آدمين، ودي حاجة مميزة جدا. وهو معمل الحيوان كبير جدا، بيسمح بالتعامل مع الخرفان، مع المعيز، مع القرود. فدي فعلا متاحة، بس برضو زي ما بقولك لما تتوفر الإرادة والنية والوعي. يا مساعد، نرجو من الله أنها تتحقق سريعا بالخبر الجميل اللي احنا سمعناه النهاردة. يا رب يا رب. أشكرك جدا يا دكتور هشام على إلقاء الضوء على هذا الموضوع، ويعني نورت لنا عقولنا بهذه المعلومات. كل الشكر دكتور هشام العناني، أستاذ النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني.